أي مرض الذي يمنع من الصيام؟ جرح في إصبعي وقيل له لماذا تفطر في نهار رمضان؟ قال مريض. عطاس، زكام، وجع في العين، وجع في الضرس، يصح؟ نعم. تخاصم رجلان، قال الأول للثاني لا وجع إلا وجع العين، ولا هم إلا هم الدين. الدين هم، هم بالليل وذل بالنهار، نسأل الله أن يقضي عني وعنكم يا رب. قال الثاني لا 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 والله، لا وجع إلا وجع الضرس، ولا هم إلا هم العرس. من الذي غلب؟ لا شك. نعم. أي مرض يمنع من الصيام؟ يتضرر. مثاله، أنت تعرف بعض الناس مريض مثلا بالسكر، وقال له الطبيب ما يمكن أن تصوم، هذا الصيام في حقه محرم، ولا تلقي بأيديكم إلى التهلكة. قال والله أنا أحب الصيام ولا بد أن أصوم. نقول لا، مفهوم؟ نعم. طيب،